إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، أخواتي في الله، نقف في هذه الدقائق القليلة في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله، نتكلم عن أهمية المسجد في الإسلام. اعلموا أن للمساجد أهمية عظيمة في شريعتنا المباركة. للمسجد مكانة عظيمة في المجتمعات وخاصة الإسلامية. للمسجد مكانة عظيمة في قلوب المسلمين وخاصة الأوائل، لأننا نرى في هذه الأيام مع الأسف الشديد نرى خلو المساجد من المصلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فللمسجد أهمية كبيرة، لذلك نجد الثناء على المساجد وبنائها وحضورها وإعمارها بطاعة الله عز وجل في كتاب الله عز وجل وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نرى الثناء والمدح والترغيب في كتاب الله عز وجل وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على المساجد وأهل المسجد وأهل الذكر والطاعة والصلاة وغير ذلك. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يقول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي السنة كذلك أدلة كثيرة وغيرها من الآيات في القرآن الكريم، وفي السنة أيضا من الأحاديث الكثيرة عن المسجد وحضوره، عن المساجد وحضورها وإعمارها بطاعة الله تبارك وتعالى. من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة، من هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل ورجل قلبه متعلق بالمساجد. وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها، وغيرها من الأدلة الكثيرة. إذن المسجد المكان الصحيح للتوجيه الصحيح، المسجد ساحة لعبادة الله تبارك وتعالى ولتوحيد الله تبارك وتعالى وللذكر والعبادة، بل ولتربية النفوس، بل ولتربية الأجيال. المسجد مدرسة، المسجد مدرسة للعلم والتعلم، المسجد مكان لجميع الخيرات. لا يوجد عالم إلا وتربى في المسجد، فالصالحون جميعهم وهم أهل المساجد. لو رجعنا إلى الأدلة الكثيرة كيف كان حالهم في المساجد لوجدنا من الأحاديث والآيات، فلا نستطيع لا في درس ولا درسين ولا ثلاثة أن نذكرها. إذن المسجد مكان لطاعة الله تبارك وتعالى، ولا تجد فسادا إلا يبدأ من خارج المسجد، فجميع الفساد من خارج المسجد، وجميع الصلاح والخيرات من المسجد. وحتى من أهل الفساد يختفون خارج المسجد، لا يواجهون الناس في العلن في المساجد. لذلك يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أهل الإيمان والتقوى والصلاح والخير هم يترددون على المساجد ويعمرون المساجد بالطاعة لله عز وجل وفي عبادة الله عز وجل وقراءة القرآن والتعليم والتعلم. أما غيرهم من المنافقين ومن الجواسيس وغيرهم من أهل الفساد، وإن دخلوا المساجد لا يدخلونها إلا وهم خائفون، لا يدخلون المساجد كما يدخلها أهل الإيمان. أهل الإيمان يدخلون المساجد بالطمأنينة وبالراحة النفسية، راحة قلبية، يشعرون براحة ولذة في صدورهم عندما يدخلون المساجد. أما أهل الفساد، أما المنافقون أو الجواسيس أو أهل التتبع للأخطاء، وهم لا يدخلون المساجد إلا وهم يشعرون في قلق داخلي خوفا من فضيحتهم. لذلك قال: لا يدخلون هؤلاء، لا يدخلون المساجد، لا يدخلون المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي الآية الثانية وصف الله هؤلاء أهل الفساد من المنافقين والجواسيس وأهل التتبع للأخطاء، تتبع الأخطاء والعورات. قال الله عز وجل:
هددهم بأشد التهديد، من أراد الفساد في المساجد، من أراد هدمها، هدم المساجد، ومن أراد إلحاق الضرر في المساجد بالتحريش بين أهلها وبالإفساد بين المسلمين وبزعزعة الأمن في المساجد، قال الله عز وجل: أولئك لا يدخلون المساجد إلا وفي قلوبهم خوف. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها. أولئك لا يدخلون إلا وهم خائفون، ما كان لهم، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا وهم خائفين. لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب أليم، وفي الآخرة لهم عذاب أليم. فهؤلاء وإن دخلوا المساجد لا يدخلونها إلا بخوف شديد وقلق ورعب في قلوبهم. إذن الذي يهتم بالمسجد، دليل على اهتمامه، دليل على صلاح قلبه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب المساجد، بل أحب بقاع الأرض إلى الله عز وجل المساجد. فمن اهتم بالمسجد، ومن اهتم بالمسجد فهذا علامة خير وعلامة صلاح، لأنه يهتم بأمر عظيم، بشيء محبوب إلى الله تبارك وتعالى. ومن اهتم بما أحبه الله تبارك وتعالى لابد أن يهتم الله تبارك وتعالى به. فمن أحب مكانا أحبه الله عز وجل لابد أن يجازيه، في الدنيا والآخرة. إذن إخوتي وأخواتي، المسجد مكان للذكر والعبادة، فراجعوا أنفسكم وراجعوا قلوبكم، كيف تتعاملون مع المساجد؟ أحب بقاع الأرض إلى الله تبارك وتعالى. ماذا تفعلون وماذا تقدمون في هذه المساجد؟ من العبادات، وماذا تقدمون من الخدمة لهذه الأماكن المباركة؟ لأن المسجد كان في الأوائل، في السابقين مكان محبب، لا يشعرون بالراحة والطمأنينة إلا في المسجد، يتثقفون في المساجد، ويتعلمون في المساجد، ويتعاونون في المساجد، ويزورون ويرى بعضهم بعضا في الخير، ويعينون بعضهم بعضا على الخير، ويرشدون بعضهم بعضا في المساجد. فمن لم يكن من أهل المسجد فهو مقطوع، ولا خير في إنسان قد انقطع علاقته بالله تبارك وتعالى. بخالقه ورازقه سبحانه وتعالى. إذن اهتموا، بارك الله فيكم. لا أريد أن أثقل عليكم ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك. بيت الله تبارك وتعالى امتحان للمسلمين والمؤمنين. كم تحضر في المسجد؟ كم تصلي في المسجد؟ وهو يقول سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل، أي في المساجد وليس في خارج المساجد، إنما بإعمال المسجد بالذكر والطاعة والدروس والتعليم وغير ذلك من الأمور ومن الخير. الرجال، وصف الذين يحضرون ويعمرون المساجد بالرجال، ليس كل رجل رجل، لأن هناك ذكور وهناك رجال، هناك ذكورية وهناك رجولية. لذلك الله تبارك وتعالى مدح
ولقب الذين يعمرون المساجد بالرجولة، رجال لا تلهيهم لا يمنعهم البيع والشراء والأموال والثروات من المسجد، يعمرون المساجد ويجلسون في المساجد للتعليم والذكر والعبادة. وكذلك وصف الذين لا يأتون إلى المساجد إلا مع النفاق أو للتجسس أو للتتبع وغير ذلك أو للسؤال أو لمصلحتهم، وصفهم الله عز وجل وهم لا يدخلون هذه المساجد إلا وهم يخافون، يشعرون بخوف وقلق في قلوبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Today we are talking about the importance of the masjid in Islam. In Islam, the masjid is a great thing in Islam and very important to the Muslims. The masjid, very important for the community, Muslim, especially for the Muslim communities. The masjid, very important in the Sharia of Islam. Why? Because this is the only right place for the right path. The masjid is the only place to study the Sharia. Because the masjid is the only place to against nationalism. That's the only place calling for the people to be equal. This is the only place, no difference between the people coming to the masjid. All of them, same direction. All of them, same dua and same salah. No difference between the colors. No difference between the educations, the levels. No different. This is the only place bring the people together with no difference between them, except with piety, taqwa. Whoever come to the masjid have a problem, like a racism or hatred or nationalism or any type of stuff, country, or because of the tribe, or because of any things, he's not gonna be success in the masjid. Why? Because the masjid is the place of worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever worship Allah subhanahu wa ta'ala, no different between the people, except one thing make a difference between the people. Whoever closer to Allah subhanahu wa ta'ala, he's a different than others. That's why the masjid is very important in Islam. Very important in Islam. We have many ayat and many ahadith. A lot of ayat and ahadith praise the masjid and the people of the masjid, the people who come into the masjid, and what we do in the masjid, and what is important in the masjid, what we should be or how what we should do in the masjid. Many proofs, many ayat and many ahadith. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the masjid, the only people enter the masjid, the believers. Meaning, the only people enter the masjid, the people of faith. The people, meaning for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, whoever come to the masjid, there's no any other reason except for the worship. The real believers, the true believers and Muslims,
They come to the masjid for the ibadah, for worship of Allah subhanahu wa ta'ala. But also, Allah subhanahu wa ta'ala point to some others. They may come to the masjid. They have hypocrisy. They are coming, you know, watching people. They are looking for the mistakes of the people, coming for their benefits, dunya issue. Allah subhanahu wa ta'ala point to this too. But Allah subhanahu wa ta'ala mentioned they will not enter the masjid except they have type of fear in their hearts. The only person coming with tranquility to the masjid, the one who from his heart coming for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And for any other reasons, Allah subhanahu wa ta'ala point the really, the people who are coming to the masjid for the ibadah, they will be happy in the masjid. They have tranquility. We have a lot of proofs. I point to some meaning of the ayat and the hadith. And others, they come to the masjid. They may come to the masjid. But when they come to the masjid, they are not happy. There's something in their heart. Some type of fear in their heart. Because the hypocrisy is a disease, is a severe disease. Not make him to be comfortable come to the masjid. And the one who coming spying on people, he's coming for his job, but he's not. He's always thinking, maybe they know. Or he's watching even his fingers, how to move it. They may know. If he put his hand to the side, come to his mind, maybe they know. This is not a their way, sitting. If he sit like this, he may think, oh, no. This is not the Muslims, or they are not sitting like this. So he's every movement, he's scared. This is what Allah subhanahu wa ta'ala told us. And that's why you see the faces. Sometimes you can tell the sign of Iman in the face, the faith. When you see the faces, you see the brightness of faith in their faces. You see the brightness of Iman in the actions, in the faces. And also opposite. As you're talking about the sinner, the person who, you know, like, very loose. So he think he talk about him. The liar, when he talk about something lie, he think he talk about him. The one who, so anyway, so Allah subhanahu wa ta'ala said the masjid, the believers come to the masjid. And they when come to the masjid, they have no fear. They have tranquility. They are very happy. They are very, you know, excited. And others, no, they have a type of fear, Allah subhanahu wa ta'ala said, and then he threatened them with severe punishment. He said they will be humiliated in this life, and they will be have a severe punishment in the day of judgment. Severe punishment in the day of judgment. Na'udhu billahi min dhalik. So we have many ayat and many ahadith praise the masjid and the people of the masjid. And who care about the masjid? And who's coming to the masjid? And why you come to the masjid? Because the masjid is a place of ibadah. Place of learning. Place of, you know, getting levels in this dunya and on the day of judgment. All the scholars, they graduate from the masajid. The righteous people, they not reach to their level except from the masjid. They used to live outside their heart connected to the masjid. Connection between them and the masjid. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he mentioned seven people, they will be in the shade in the day of judgment. And he mentioned one of them, the person who his heart used to connect it to the masjid, between him and the masjid.
collection. Always he's thinking about the masjid. Whatever he's doing, he's thinking about the masjid. How I can run to the masjid? How I can pray in the masjid? We have people, alhamdulillah, still we have some people, but very few. So, and also the masjid, we have to know the most beloved places to Allah subhanahu wa ta'ala, the masjid. The masjid, most beloved places to Allah subhanahu wa ta'ala, the masajid. And the worst and most hated to Allah subhanahu wa ta'ala, the markets. Imagine you are coming to the place, most beloved place to Allah subhanahu wa ta'ala. You coming to a place in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala, most beloved place to Allah subhanahu wa ta'ala. What do you think Allah subhanahu wa ta'ala can have for you on the day of judgment? You are belong to the place, the most beloved places to Allah subhanahu wa ta'ala. So, Allah subhanahu wa ta'ala said, the masajid, the masjid is belong to Allah subhanahu wa ta'ala. You do not worship or call anything with beside Allah subhanahu wa ta'ala. Don't call somebody else beside Allah subhanahu wa ta'ala or something else beside Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning worship Allah alone, because the masjid is being is made it for the ibadah, for worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran places, houses of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah give permission for the people to build it and to take care of it and to wash it and to clean it and to have a dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, to worship Allah subhanahu wa ta'ala. Fi buyutin adhina Allahu an turfa. The houses, in the houses that Allah subhanahu wa ta'ala, he commanded to build it and to take care of it and keep it clean and keep it nice, because there's no any other reasons for the masajid. What I'm saying, there's no any other reasons. This is the Sharia way. But there's places, yeah, there's some places built not really for the ibadah, and they call it masjid also. But we're talking Islamically, the masjid, the only reason has to be built for is ibadah, to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala said, and they make dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. The salah is a dhikr. Quran is a dhikr. Dua is a dhikr. So any halaqa, any learning, any classes is a dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala said, mention rijal, they will be in the masjid, which is with the manhood. We know there's a man, and some people they have a manhood, and some people not. We know that. So Allah subhanahu wa ta'ala described the people who come to the masjid, they have a really have a manhood. And Allah subhanahu wa ta'ala said, nothing will stop him from the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala in the masjid. He mentioned tijara, business. Allah subhanahu wa ta'ala said, the business not stop him to come to the masjid, to worship, to have dhikr, to learn. And not selling and buying and selling. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that in the Quran. This stuff is not stop them from the masjid to worship Allah subhanahu wa ta'ala and to make dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, to study Quran, to learn about the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. And nothing stop him, Allah subhanahu wa ta'ala said, from the salah and also from the zakah. Why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned? Because they're connected to the day of judgment. They fear, they have a fear of the day of judgment. They're scared of the day of judgment. What's going to happen to them on the day of judgment? Because everyone going back to Allah subhanahu wa ta'ala with two bags, if correct to say it,
or two books, two bags of actions and speech. One is good, one is bad. One is good, one is bad. And check the bags before you go to back to Allah subhanahu wa ta'ala. Check the bag of good, how much good you have in this bag. And check the other side, how much bad you have in the other bag. Because you will take both of them without miss anything. You will go back to Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala said, nothing stop them from the masjid to worship Allah subhanahu wa ta'ala in the masjid because they are scared of the day of judgment. Is that true? Today, you are driving the car and you moving around. Tomorrow, they're going to put you top of the car or inside the car. And they drive you around and you don't know anywhere. Today, you're not able, your mother, you lived in her stomach for 9 months. And she cleaned you for 2 years or more, day and night, she's cleaning you. And now you are not able to show your body to be naked front of your mother even one time. Even once. And today you wear your clothes, you cover yourself. Tomorrow some others, they take your clothes off. And they, you know, today you cleaning yourself. In the bathroom, if you go to the bathroom, if someone in the bathroom, you're going to be shy even to, you know, to knock the door because somebody's sitting. You're not going to go, can I sit next to you? No, this is not going to happen because there's the shyness. But be sure tomorrow somebody else is going to clean you, going to clean your body. And today you cover yourself, you get going out. Tomorrow some different hands, different fingers wear your clothes. And at night you cover yourself with a warm blanket and you control the temperature of the heat or the air condition. Tomorrow they're going to put you in the grave in one side. You cannot even flip over. You're not going to do anything. If cold is cold, if hot is hot, if punishment is going to be punishment, if nice is going to be nice, you have no control. The only thing, your actions. Make it whiter for you, make it bright for you, make it, you know, make it comfortable for you, your actions. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned when they come to the masjid, nothing stop them from the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala, from the worship of Allah. Why? Because their hearts connected with the day of judgment. They have a fear in their hearts. I don't want to say more than that. The masjid is a test for every Muslim. How many times you pray in the masjid? How often you in the masjid? What you're getting from the masjid? Benefits of ibadat and worship? And what you're doing for the masjid?